نحن طبعا يهمنا كثير تواجدنا في سوق السفر لنبعث رسالة إيجابية للعالم من دبي أن حركة السفر في تعافي وفي إيجابية وفي إقبال للسفر. وجودنا اليوم هني وجود عدة شركات ثانية إن كانت شركات سياحية شركات طيران قطاع الفنادق يبين أن جاهزية هذه القطاعات لاستقبال الزوار استقبال المسافرين ورغبة الناس في السفر. طبعا المعرض اليوم والسوق السفر اليوم يعتبر هذا أول معرض يقام خلال نهاية الجائحة في دبي. من سنة وأكثر من سنة تقريبا لم يقام أي معرض في مجال الطيران. احنا هون بالاي تي ام العرب ترافل مارت كتير مبسوطين انه جمع حلوة لكل اللي بيشتغلوا بالسياحة وبيشتغلوا بهالقطاع. اكيد السياحة تأثرت كتير بسنة 2020 بس بلشنا نشوف نحن التحسن بالسوق المحلي والسوق الدولي أزوال خاصة بدولة الامارات. الحمد لله الامارات مفتوحة for business وبخصوصيا امارة راس الخيمة. نحن عنا عدة فنادق موجودة بامارة راس الخيمة 6500 غرفة فندقية وعنا اكيد اعلى قمة اللي هي اللي هي قمة جبل جيس والبحور والصحراء وكل الأشياء اللي نحن موجود عندنا ومتفائلين بالخير بسنة 2021 إنه السياحة رح ترجع أقوى من قبل. احنا سعداء بمشاركتنا في سوق السفر العربي وده يعتبر اول حدث يحصل بعد جائحة كورونا واول حدث حضوري اكشلي بعد للسياحة والسفر بعد جائحة كورونا. مشاركتنا السنة دي دليل على ان السياحة ابتدت تتعافى الحمد لله وبنشوف تطورات في السياحة وفي الأرقام السياح الداخلين البلد بالمقارنة بالسنين اللي فاتت. ويشهد على ذلك ان احنا في الإمارة عندنا وصلنا لمعدلات إشغال فندقية في اول 3 شهور من السنة معدلات كانت تفوق السنين اللي فاتوا. فالحمد لله نقدر نقول ان السياحة ابتدت تاخد مسار جديد.